حوار يخدم صالح المواطن. احنا معانا على التليفون سيادة النائب احمد الشرقاوي. اهلا 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 استاذ يوسف والزميل العزيز والاعلامي القدير ورفيق البنش. ورفيق البنش. سيادة النائب، دلوقتي احنا بنتكلم على تشكيل لهذا المجلس يضمن وجود كل الاطراف، سواء اذا كانت اطراف فنية ومهنية او انه يبقى اطراف من المعارضة، اطراف من الموالاة. انا مش عارف اقول لك مبروك ولا ربنا يكون في العون، تشوفها ازاي؟ لا مش هتقولي مبروك طبعا، احنا هتدعيلي وتدعي للزملاء الاعزاء ان احنا نقدر نقدم شيء للوطن، شيء مهم وهو ادارة الحوار الوطني وصياغة مخرجاته بعناية، وادارته طبعا ادارة شفافة وعادلة وتمكين ويكون فيها تمكين لكل وجهات النظر وكل الرؤى المختلفة من ابراز آرائها بشكل واضح، وإن احنا ننتهي في النهاية لمخرج مهم للدولة المصرية نعتبره أساس لبناء جمهورية جديدة بجد. حلو كمل كمل. أنا أسمي بس. وطبعا طبعا قواعد الحوار الوطني المفروض ان هي متفق عليها في مشاورات ومفاوضات زي ما حضرتك قلت، وكان من اهمها تمثيل المعارضة والموالاة ومراعاة التنوع في مجلس امناء او امانة عامة لهذا الحوار الوطني اللي حضرتك سردت اسماء اعضائها من قبل شوية، و نتمنى من الله العلي القدير ان احنا نقدر ندير ملفات الحوار الوطني بشكل مرضي وعلى قد طموح المواطن المصري والشعب المصري في هذه المرحلة المأزومة من عمر الوطن، ومأزومة اقتصاديا ومأزومة سياسيا، وبنستشرف المستقبل من خلال حوار وطني جاد إن شاء الله يكون منتج لآثاره ومترجمة تلك الآثار في صورة قرارات تنفيذية على أرض الواقع يشعر بها المواطن في النهاية، تعديلات تشريعية وتشريعات جديدة تحدث فارق حقيقي للدولة المصرية. بنتمنى ويعني متكلين على الله سبحانه وتعالى ان ده يتم بشكل آمن وجاد، ويكون ان شاء الله كلنا نكون مخلصين لهذا الوطن في إدارة هذا الحوار، وان احنا نصل به الى بر الأمان، ودي يمكن المهمة الرئيسية للأمانة العامة للحوار الوطني، ان كيف نصل الى نهاية هذا الحوار بمخرجات منتجة ونافعة لبلدنا الحبيبة مصر. طيب أنا يمكن هطول عليك في سؤالين قصيرين ورا بعض، واحد منهم وأصدقني القول، هل كنت تتصور أنه يتم اختيارك من ضمن مجلس أمناء الحوار؟ دي هتبقى الإجابة أو لا مع التفسير إن أردت، دي نقطة. النقطة الثانية هي مسألة انت عارف انه هتواجه دائما بانه يا سيادة النائب انت جاي من قلب المعارضة، وبالمناسبة يعني واحنا نتابع دائما كلماتك فانت من اشرس المعارضين داخل البرلمان، فلو حد من المعارضة بشكل عام مش بس من المشاركين في الحوار لكن حست لوجهة نظر ما على عكس ما يرتقي، اول حاجة هتتقالك كده برضو يا شرقاوي، ولو انه حافظ، وطبيعي ان حقك تحافظ على انحيازاتك الفكريه والايديولوجيه والسياسيه والاقتصاديه، ولو حد لقاك لا زلت متمسكا براي ما مثلا وانت في النهايه عضو مجلس امنا، فيعني كل حاجه هتبقى محسوبه علشان نخرج مخرجات الحوار ده بالعدل، فهيتقال لك برضه لسه متشبث يا شرقاوي. اولا
كنت تتصور العضوية بتاعت مجلس الأمة ولا لا؟ ثم بقيت الإجابة مش متوقعها، ولكن كنت مستعد لأي دور ينجح هذا الحوار، وزي كل من تلقى خبر إجراء حوار وطني كان داعما له. يعني مش هفاجئك لما أقولك إن أنا ما قابلتش حد من كل التيارات وكل الاتجاهات إلا ما رحب بالحوار وأثنى على فكرة الحوار بالأساس، الحوار الوطني، وإن هو يعني اللي ممكن البعض شافه خطوة متأخرة، وممكن البعض الآخر شافه في إنها جت في توقيتها السليم، ولكن الكل أجمع، وحتى الآن يعني عديدك من الشعر بيت، يعني إن هو حتى متابعاتي لبعض الناس اللي في خارج مصر مرحبين بالحوار، يعني رائع. فده كلام مهم جدا ان هو يتقال، ان كل الاطياف المعارضه داخل جمهوريه مصر العربيه من حيث المبدا رحبت جدا بالحوار ويس. واعلنت انه ضروري جدا جدا جدا. حلو. فانا كنت من هذا المنطلق مستعد لاداء اي دور من اي موقع في حالة وجود حوار جاد، وده كان الشرط الوحيد بالنسبة لنا، انه يكون حوار جاد مش شكلي، حوار ينتج اثار حقيقية ويحدث تغييرات نوعية في ملفات مهمة متفقين ان فيها مشاكل. اما بالنص الثاني من السؤال هجاوبك ببساطة خالص، ان اسمي في مجلس أمناء الحوار الوطني مطروحا بالأساس من المعارضة وموافق عليه من الأطراف الأخرى داخل الحوار الوطني. هيل. وبالتالي فأنا في مهمة وطنية لصالح الوطن، ليست لصالح طرف على حساب طرف، ولكنها مهمة وطنية ومسؤولية وأمانة. أرجو من الله العلي القدير أن يعني ويعين زملائي على أدائها بإخلاص وبشفافية وبموضوعية كبيرة. ده لا يتعارض أبدا مع كون إن أنت تتمسك بأفكارك طبعا، وانك تكون منحاز لاتجاهك أكيد. ولكن في نفس الوقت يجب ان تتحلى بالموضوعية، وخاصة وانت مسؤول مع زملائك عن ادارة الحوار وليس اجراءه بينك وبين زملائك. صحيح. انا عايز اوضح نقطة صغيرة تعمل الفارق في الكلام ده، وهو ان مهمة الامانة العامة كما أفهمها وكما أفهمها حتى اللحظة اللي أنا فيها دي، إن الأمانة العامة ومجلس الأمناء هو من يحدد قواعد الحوار. أيوة. هو من يحدد ويستقر على الملفات والأولويات الحوار وتفاصيل إدارة الحوار وصياغة مخرجاته، سواء كان استعان بفنيين أو غيره، ولكن إن في النهاية صياغة مخرجات الحوار هي مسؤولية رئيسية للأمانة العامة، وقد يزيد عليها متابعة تطبيق ما انتهى إليه الحوار وترجمته إلى إما تشريعات أو قرارات تنفيذية على المستويين، وفي المدة اللي ستتلو الحوار اللي بنتمنى أنه يكون ممتد طول الوقت ولوقت طويل، نتابع فيه التجربة الأولى من الحوار والمنتج النهائي منه. وبالتالي فإن هناك كمان جانب آخر في الحوار لابد أن أشير إليه، وهو أن سيدعى للحوار وسيحضر هذا الحوار أطراف أصحاب رؤى مختلفة سيتبارون في الدفاع عن وجهات نظرهم، وتكون مهمة الأمانة العامة إدارة هذا الحوار
بعد وضع قواعده من قبلها. فعلى كل على كل واحد أن ينجح قضيته قدر الإمكان. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب.